الشم كان طبعا الوالد مهم في الوالد تجرى قلنا الوالد بطولة تجرى من جهة الفريشن فرنطة الفريشن فرنطة طريقة جنرال يعني المفروض انها تنفع كل فانكشن ولكن بيكون في طريقة أسهل من غير الأوبريتور والأوبريتور بتعتمد على شكل الفانكشن لأنها بتحتاج بعض من الفانكشن بس حتى والله يعني في بعض أنا اللي هي الإي والصرف كده؟ طيب احنا قلنا إن أنا لو عندي ولو عندي اف اكس يساوي ساين اي اكس او كوزاين اي اكس يبقى الواي بي اي يساوي 1 على ال دي اثر على ساين او كوزاين ان انا اشيل كل دي سكوير وطب ماينس اي سكوير حتى كام الدبل حتى ساين كوزاين فين؟ ها؟
لكن الكوشين الكوشين الاكس على يبقى مش دايما حاجه هتكون زي بعض لا ليه على حسب شكل الاكزام لو انا جيت قلت واي داش ماينس دي واي داش بلس 2 واي ايكوال زائد 3 في 4 شاين 4 اكس اللي هو التفاضل على 18 ناقص
في ساين كوساين بناقص اي سكوير، لكن في الشاين كوساين بحطه في اي سكوير. يبقى هنا لو كان عندي الاف اكس تساوي ساين او كوساين، هشيل كل دي سكوير طبعا اي سكوير. تعال نشوف رابع حاله. بيقول لي لو الاف اكس عباره عن بولونوميال، بولونوميال من باور ان، لو الاف اكس بولونوميال من باور ان، مفكوك الدوال، مفكوك الدوال ده هتاخده ان شاء الله الترم الجاي مع الدكتوره سلوى. كثير
والدبل داش والتريبل داش. طب وبعدين كل ما يبقى بعد كده بايه؟ بزيرو. يبقى انا بحول اول حاجه ال A و D لازم اوجد ال 1 عشان اقدر استخدم القانون ده، زائد او ناقص حاجه فيها دي، دي بس غير كله. ها افك ده المفهوم ده واثر بيه على البولينوم، واثر بيه على البولينوم. تعالوا نشوف النظام اللي يكون اقل من او يساوي بار المنوميا، والباقي كله هيديه
I'm just a person, ¿Sí?
يبقى كده قدرت اشوف البولينوميا اتعامل معاها ازاي. قدرت اشوف البولينوميا اتعامل معاها ازاي. يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي ساين، عندي كوزاين، عندي شاين، عندي كوزاين. على فكره اساس الاوبريتور هو الايه؟ بلاش كلام هنا. هو ايه؟ في راي كتير هنا. انا هسيب كل حاجه فبشتغل من دماغي. ما تنسونيش من دماغي معايا جواب. اساس الاوبريتور هو الايه؟ يعني هو اصلا بيشتغل بالايه؟ طب هو اللي اختار الساين والكوزاين والشاين والكوشاين؟ عشان برضه الساين والكوزاين والشاين والكوشاين ليهم مفهوم في الايه؟ فهم بيحبوا الشلاتين والبولونوميا. البولونوميا ليه؟ عشان قدر يستخدم مفهوم الدواء. ما بيقدرش يحل حاجه ثانيه عشان هو مش هيعرف يحلها، عشان هو اصلا الاوبريتور الاساس ان هو يحل دي. نيجي نشوف القاعده الخامسه بتقول ايه؟ ودي اهم حاجه. ماينس 3 داش
plus 5y equal e over 2x, x squared plus 1. Tanti, andiamo insieme, va bene? E d squared minus d plus 5y is equal to e over 2x, x squared plus 1. Negative 2x على 2.
رائد الرياضة في المصر.
من روح اي جماعه كله بيجي حلو متضرر من هو في الريفرنس. فانا بقول لهم لا لا لا، في طريقه سهله قوي لو يحفظوها ويحلوا فيها، لان الطريقه دي صعبه جدا. قلنا بنعمل ايه؟ بنحلل المقام. في حد هيديني عدد وحد هيديني زين. الحد اللي هيديني عدد بسيبه او بعوض بيه، الحد اللي بيديني زيرو بسيبه. اللي بيديني زيرو بطبق عليه قاعده خمسه، فدايما دايما هيظهر لي كده. ان انت لما تطبق القاعده الخمسه السبت يروح ويفضل لك مين؟ دي. يفضل دي على طول. هو بيديني كده. او انا على دي اثر على الوان يديني. طب ده لو كان لو خليت دي بلس وخليت دي ساين، وخليت دي بلس وخليت دي ساين 2 اكس. نفس الكلام اقول الواي واي ثلاث كلام. بشيل هنا الدي سكوير احطها بناقص 4 ده يديني زين. طب عشان يديني زين اتعامل مع الساين والكوزاين ازاي؟ حاجه من الاثنين. ممكن اتعامل زي ده. في طريقتين للحل. دي مع الساين والكوزاين طويله شويه. يعني ممكن اقول ساين اكس بتساوي اي باور ار ساين ان اكس ان اكس ماينس اي باور نيجاتيف اي ان اكس على 2 اي ساين مقسومه على 2 اي. وكوزاين اكس بتساوي اي باور اي ان اكس بلس اي باور نيجاتيف اي ان اكس على 2. شبه الشاين والشاين بس الساين والكوزاين بيتحطوا في كومبس. والكوزاين الاثنين لا لا اثنين بس. تمام. والكلام ده جه منين؟ ان اكس. الاساس بتاعه بقى بيقول لي اصلا ان اي باور اي ان اكس بيساوي كوزاين ان اكس بلس اي ساين ان اكس. و اي باور نيجاتيف اي ان اكس بيساوي كوزاين ان اكس ناقص اي ساين ان اكس. فانت لو جمعتهم يديني الكوزاين، ولو طلعتهم هيديني الساين. عشان كده الساين بتتقسم على ايه؟ على 2 اوفر. باجي اقول بقى انا ممكن اعمل الكلام ده بالظبط.
solution. لو انا عندي الساين هاخد من الكومبلكس ده الجزء الايماجيني اللي هو موجود في الارض، ولو انا عندي الكوزاين هاخد الجزء الريكس. فاهم؟ تخيل لو جالتك المساله بلس 3 والشاين كويس، خد فيها ثلاث ساعات. لو انت قعدت فوق الساين فك الكوزاين بالمفهوم ده، بص هتحل كام واحده؟ اربعه مش كده؟ هحلها لك واحدة بس، أنا همسح ده كله وأحل من جديد. لو عندي ساين 2x جديد ده في الرقم اللي فوق بلس 3 كوزاين 2x، وهنا برضه لو كان في ساين، لا لا هنا ما ينفعش مفهوش اه ما يفكش الاي، الشاين والشاين هي بتيجي بالاي مش الاي هي بتيجي بالشاين والشاين. اعمل ايه؟ انسى الساين وانسى الكوزاين واقول انا هعتبر الفانكشن مين؟ هعتبرها اي باور ار 2 اكس. اي باور ار 2 اكس. احل عليه. طب هنحل عليها ازاي؟ زي ما عملت. لو انا عوضت ب 2i هيديني زيرو. طيب ما دام بيديني زيرو اعمل ايه؟ حل. طب حل يبقى 1 على دي بلس 2i دي بالروت بالكالكوليتر. قلت هنحلل حتى لو كان بالكومبلكس. هنحلل حتى لو كان بالكومبلكس. ها اما اعوض بال2r ده يديني كام؟ والr وده يديني 0. يبقى هساوي 1 على 4r في d ماينس 2r اثر على ايه؟ طب احنا قلنا نعمل ايه؟ اعتبر ان انا عندي بعد الخمسه ان كان الاي دي مضروبه في كام؟ 1. يبقى هتساوي 4i في الاي 1 على دي ماينس 2i بلس 2i تأثر على 1 ده يقوم على وال1 يديني اكس. يديني اكس على 4i اي باور 2i اكس. الناس بتفضل هنا ما بتعرفش تكمل. نعمل ايه عشان نكمل؟ انا عايزه لو الحل عندي الساين ولو الحل عندي الكوزاين او الاثنين موجودين اعمل ايه؟ هفك الاي تاني. الاي بتتفك انها ايه؟ كوزاين 2x بلس ار ساين 2x على 4. طب الاي لما تبقى تحت تطلع فوق بايه؟ نيجاتيف ار 1 على ار يساوي نيجاتيف ار. ليه؟ اضرب في اي فوق واي تحت فيجيب لك اي سكوير تحت ناقص 1. يبقى دي هتساوي اكس على 4 ار كوزاين 2 اكس زائد اكس على 4 ساين 2 اكس. جاب لي كومبلكس سوليوشن. الريال يبقى حل مين؟ الكوزاين. مين هو الريال؟ اللي في غير الار ده الريال. والايماجينري هو اللي مضروب في الار ده الايماجينري من غير الاي طبعا. يبقى ده حل الكوزاين وده حل مين؟ حل الساين. يعني ارجع اقول بقى ان الواي والار تساوي. ها هو قال لي الاول مين؟ ساين 2 اكس. ساين 2 اكس الحل بتاعها هو الايماجينري اللي هو الار.
يبقى اكس على 4 ساين بيت الجبل. لا لا ما تكتبش غلط حراريه طبعا. انا بقول الايماجينري بار، كلمه الايماجينري بار يعني هي الحاجه اللي مضروبه في الاي مش الاي نفسها. احنا مش حراريه، مش عندنا ايماجينري. المره الجايه نحلها تاني عشان الناس ما تفهمش.
يعني طبقت القاعده الخامسه ورجعت لحالك مين؟ الزيت. فاهمه؟ يبقى تساوي ايه؟ هو نيجاتيف واكس. ممكن بقى ما تقعدش تكتب الكلام ده كله. اقعد اقول انا عايزه مين؟ لا لازم الاول نعمل ايه يا شيخ؟ على دي سكوير بلس 25 هنأثر على مين؟ على اي باور اه 5 اكس. هي دي بقى اللي ممكن تاخدها بره واشتغل عليها وبعدين ارجع للحل. بدل ما تقعد تكتب يساوي 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 من اي كل الكتابه دي على فكره بتاخد وقت. يعني انا هقول ايه؟ انا عايز اقول على دي سكوير بلس 5 25 واحدة هتديني حالة والثانية هتديني دي يبقى 1 على 10 اي بدي 5 اي أثر على اي بتدي 0 اعتبر ان دي 1 عشان الناس ما تتلخبطش. خد ده بره خالص المسألة. ها هيديني 1 على 10 اي في الاي دي 1 على دي بلس 5 اي ماينس 5 اي بيأثر على 1. قلنا بيأثر على 1 بيدي مين؟ بيدي اكس. قلت دايما ما دام احنا بنحل كده لازم يطلع كده. لو ما طلعش كده يبقى انت غلط. يبقى هيديني اكس اي باور اي 5 اكس على 10 اي. ملوش علاقة بالموضوع. الـ A كوزاين 5 إكس زائد R ساين 5 إكس. الـ 10 I الـ I بس. أخدنا الـ 10 خلاص. ها طلعت R يبقى إكس على 10 ناقص R كوزاين 5 إكس زائد ساين 5 اكس. انا عايزه مين؟ الساين. يبقى اخد مين؟ الامنجر. وعلى فكره هو الساين بتاع كوزاين وكوزاين بتاع ساين. اهو. يبقى انا هنا هاجي اقول الحل بتاعي يبقى ايه؟ اي باور نيجاتيف 2 اكس اكس بالناقص كوزاين 5 اكس على 10. زي ما بقول لك سواء صورة تبقى صعبة جدا لو اتحلت بالفريش. صورة صعبة جدا لو اتحلت بالفريش. يبقى أنا كده قدرت أجيب لو كانت اللي يجي مضروبة في الكوزاين أنا هاخد الحل مين؟ هاخد الحل ده. يبقى ده مضروبة في الساين مضروبة في الكوزاين هاخد الحل على حسب الفكرة. حد عنده أسئلة؟ يبقى 1 على دي اثر على 1 منه يكمل. لا يا قاعده بتقول لي قررت ايه الاول؟ مش قاعده خمسه
y equal x divided x. عشان احنا نقول انا عندي قاعده بتقول لابد من وجود مين؟ ايه؟ انا عندي هنا اكس كوزاين ايه؟ برضه طالما لقيت كوزاين هشتغل بالايه؟ يطلع على الكونس يبقى الحل هو مين؟ جبت الايه كده جبت الحل بس الحل هيقدر كده لا
انا لازم احط الاي كوزين اكس زائد اي ساين اكس هيتضرب في اكس سكوير على 2 ناقص اكس على 2 اي التو اي دي يبقى زائد اي فوق اهي انا عايز الحاجه ايه كان ناقص والاي تحت اغيرها ماشي على التو اي تضرب ده بده وتقسم على 2 اي او تضربها في نيجاتيف اي على 2 وتاخد مين؟ الريال بار انا عايزه الريال بار من الحل ده كله عايزه الريال بار من الحل ده كله الايه؟ يعني ايه الاكس بتساوي ايه بار يا بيس؟ والليمتس ده عندي ايه؟ ده انت واحنا كانت قبليها فيها ليمتس ده ما ينفعش ما ينفعش خالص انا قلت لك الوجهين الواضح صريح اي باور مين؟ كونستنت اكس ما قلتش مين الاكس دي خالص لان الاكس دي فانكشن اول كونستنت كده طلع الليم ده منين؟ فين الكونستنت هنا؟ فين الكونستنت؟ اول رقم كتبته عشان تاخد الاكس الكيب هو الاكس الدنيا باظت اي معنى اول ما دخل هنا الاي يبقى هنا دي اخر فكره ان انا عندي اكس وشاين بقى وشاين وكوزاين وساين في اي حاجه لازم افك الكوزاين او الساين او الكوشاين او الشاين من اي عشان اقدر اطبق الرول ليه؟ الرول فايل عشان اطبق الرول يبقى الابلكيشن اللي هي الاورثوجونال تراجكتور وعندك مفكوك الدوال، مفكوك الدوال دي حاجه سهله ومساله مضمونه يعني. هو موضوع سهل اصلا. تحفظ القانون وتقعد تجيب التفاضلات وتعاطف وخلاص. والفكره اللي بتجيبها لازم تكون حلتها في المحاضره يعني. لان في فكره تكامل، في فكره 10 ماينس 1، في كذا فكره مش مجرد ان هو بيجيب المفكوك وخلاص. ده بالنسبه للمسالتين بتوع الدكتوره سلمى. نبدا بقى الاربع مسائل بتوعي. ثاني سؤال بيكون بقى الديفرنشال ايكويشن. هتلاقي الديفرنشال ايكويشن بقى عندك هوموجينيوس، ممكن اديه هوموجينيوس بس عشان لو قصت اوردر عالي. ممكن يكون مسالتين بس واحده فاريشن والثانيه اوبريتور على حسب انا لسه ما حطيتش الامتحان. ده السؤال الثالث يبقى كده ده نص المنهج اللي هو المعدات التفاضليه الثلاث اسئله الثانيه على البارشال ديفرنشيشن والمالتيبل انتجرال البارشال ديفرنشيشن عندنا فيه الدومين الرينج الكونتينيوتي عندنا التشين رول عندنا لازم طبعا اللي هو الابلكيشن اللي هو الماكسيموم والمينيموم دي لازم تلاقي فيها واحده ايه يعني؟ عندنا بقى المالتي انتجرال، عندنا في التكامل الثنائي، عندنا كارتيزي، عندنا تغيير ترتيب، عندنا بولر مش كده؟ عندنا الماس، قلت لو انا عندي لمينه يعني انا عندي شريحه رقيقه جدا، لو هو بيقول لك لمينه يبقى احنا هنعمل دبل انتجرال، لو عندي سوليد يبقى احنا هنعمل تريبل انتجرال. احنا عندنا برضه التريبل انتجرال الكارتيزيان وعندنا الايه الاسطوانيه عندنا الاسطوانيه فدول اللي يبقى الجزء بتاع البارشال ديفرنشيشن طبعا قصدي البارشال ديفرنشيشن والمالتي الامتحان عامه هو ممكن يبقى طويل وغالبا بيبقى طويل يعني عشان ما نضحكش على بعض لان هو المنهج طويل فالامتحان بيبقى طويل بس مش عايزه اقول لك 70 80%
الأمثلة يكون من أمثلتهم أبراج 90% مش هقول لك 50 ولا 60 فنسبة الأدرينالين بتزيد فانت بقى وشك احمر وتسخن